اي يا سيدي، لهنا شو اسمه يا ربي، طاجين البي للكوش الاولى نتاع اللحم مفروم. حطيت لهنا 400 غرام فيوند هاشي، عليهم كعبه بصل صغيره، كعبه بصل صغيره وشويه زيت باش نخليهم يطيبوا الحصيل. وشوفوا انا ما نزيد الفحات وما نزيد الثوم، راهو كان ما يتنحى المالي موجود في اللحم مفروم الكل. دونك توا باش نخليه يطيب على نار متوسطه للي يتنحى منه المالي. توا باش نحط الفحات، حطيت الثوم هنا، باش نحط الملح. الملح رد بالكم انه راهو سبناخ مالح والريكوتا مالحة، دونك ردوا بالكم منه في ال ردوا بالكم انا تزيدوا برشا ملح. باش نحط فلفل اكحل، باش نحط غرفة صغيرة تابلو كروية، راهو اللحم مفروم يحب برشا تابلو كروية. اكا هاو باش نخليهم يطيبوا. تسمع في جد جودي، تسمع في هاي لحظة ماما، باش نخليهم توا يطيبوا بالبي. باش نزيد شوية ماء باش اللحم يطيبوا، نخلي لي ينشف الماء طول طول طول، ما نجمش نخلي الماء جملة. ريتوه اللحم توا كيفاش طاب، مبقاش فيه ماء، نشفته طول طول طول. توا باش نخليه يبرد، خاطر انا باش نزيد عليه العظم لازم يكون بارد. توا باش نعمل الكوش الثاني اللي هي نتاع السبناخ. هكا هاو رانا نستحقوا 250 غرام سبناخ في الكوش الثانية. اللي يحب اكثر راهو مفماش قاعدة في طاجين البي، راهو تنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه نتوما، اي معناها اي كونتيتي تحبوا عليه. كان تحبوا كوش اللحم مفروم اكبر تعملوا اكثر، كوش لي زيبينار اكثر تعملوا اكثر، معناها اللي تحبوا عليه نتوما. اما انا عطيتكم هكا روسيت يجوا متعادلين، تجي مزيانه الكوش. توا باش ننظفهم وتو نقول لكم من بعد شنو باش نعمل لهم. لهنا حطيت شويه زبده في الكسرونه من اللوطه، وحطيت السبناخ باش نخلي السبناخ يذبل 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 بيه، ونحى منه كل ما طول طول طول، وباش نرحيه. فهمتوني؟ وردوا بالكم تحطوا الملح لهنا، راهو السبناخ فيه كميه كبيره من الملح، دوم عند ربي. دونك باش نخليه توا على الغاز يطيب. الفحات لهنا نحط كان شويه تابلو كرويه وشويه فلفل اكحل، اكاها وما نزيدوا حتى حاجه اخرى. باهي هذه الكوش نتاع اللحم مفروم. لهنا اللحم مفروم كيما وريت لكم كيفاش طيبته، هذو ما ثلاثه كعبات عظم. بسم الله بيان سور، انتوما كي باش تعملوا اللحم مفروم اكثر تعملوا اكثر عظم، وكي باش تنقصوا تبعوا طبع بالعظم. هذا فروماج ربي، باش نخلط الكل وباش نرحيهم. انا البنات مانيش باش البنات والاولاد، خاطر فما بيت زاد يعملوا فيه الريسيت نتاعي، يبعثوا لي في لي ريتور. دونك باش نرحيهم، باش من بعد كيف نقص انا الكعبه تجيني مرتوبه، ما تتجبدش معايا طرف اللحم، خاطر اللحم المفروم كيف يطيب هكا يكعبر شويه في بعض. فهو انا توا باش نرحيه، وانتم كي ما تحبوش ترحوه اللحم مفروم تحسوه مفروم بالباهي، خلوها هكاك. هذا اللحم مفروم زدت ترحيته بالفرماج وبالعظم. توا باش ناخذ مول وباش نحط الميلونج هذاك. انتم كان المول بتاعكم يلصق تدهنوا اول حاجه بالزبده، بعد تعملوا كوش كامل نوطة فارينه ما يلصقكم الجمله هكاك. انا راهو حطيت الفور يسخن، توا باش نعمل على 180 درجة، باش ندخلو 10 دقايق كهو. كيما قلت لكم راهي لي كونتيتي يتحكم فيها المول نتاعكم، المول الصغير تنقصو في الكونتيتي نتاع كل شيء يجيكم مريقل، والمول كانو المول كبير تزيدو. توا باش ندخلو الفوق هذا السبناخ، توا باش نزيد كعبتين اصفر عظم وكعب عظم كامله، كعبتين اصفر عظم كعب عظم كامله، باش نرحيهم زاد هذوما من بعد. باش نزيد فرماج سيرابي، نخلطهم الكل. بسم الله باش نرحيهم وباش نحطهم فوق البلاتو اللي فوق اللحم مفروم، زاد يدخلوا 10 دقائق.
توا نحلها فوق اللحم. حاولوا تحلوها مستوية بالبي باش ما تجيش شيرة أعلى من شيرة. باش ندخلها توا الفرن مدة 10 دقائق. باش نحضر توا الكوش متاع ريكوتا بنكوش. بهي اخر كوش وابن كوش واقوى كوش، كوش الريكوتا، لان راني في المانيا. الابن ريكوتا تعجبني متاع ايديكا كيما متاع تونس بالضبط، بينا على الاخر. لهنا خديت 250 غرام. باش نحط شويه فروماج رابي، باش نحط الابيض متاع العظام متاع الكعبتين عظام اللي حطيتهم في السبنيخ، وكها ولا ملح لحد شيء، باش نخلطهم باش نزيد نرحيهم هذوما. باهي هذه مال هذا الشبينات خرجته يا ربي، السبني خرجته من الفورتا، باش نحط هذا زاد رحيته ميلونج نتاع الريكوتا. طيب زي ده توا باش نزيد نحلها. ريت تبقى فيها كعابر وراني رحيتها انا، كان ما تروحوهاش تجيكم ما عرفتوك تجيكم كلف زي من فوق ولا كيفاش. حاسيلو توا ركحتها هكا باش ندخلها للفور 10-12 دقيقة ونخرج وكها ونخليها تبرد ومن بعد نقص. اصل طاجين كل واحد وطريقته، ما فيش وراه معناها رسيت بالضبط، كل واحد والميثود نتاعو. طاجين خرجته هي ونقبته، شفتوه قبته الله غالب نورمال. طب باش نخليه يبرد ومن بعد باش نقصه.